يحتفل الأردنيون اليوم 30 من كانون الثاني بالعيد 52 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بقائدهم وراعي مسيرة البناء والإنجاز التي ترتقي بالأردن ليكون نموذجاً للحرية والإصلاح وواحة للأمن والاستقرار. يعقد جلالة الملك عبد الله الثاني لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 14 من شهر شباط المقبل خلال زيارة عمل يقوم بها جلالته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وسيبحث الجانبان علاقات الصداقة والشراكة التاريخية بين البلدين وسبل البناء عليها، بما يعزز جهود القيادتين الأردنية والأمريكية لدعم فرص وجهود تحقيق وتعزيز السلام والازدهار والإصلاح في الشرق الأوسط. قال نائب محافظ المفرق إياد الروسان إن نسبة اللاجئين في محافظة المفرق بلغت 130% من إجمالي نسبة سكان المحافظة، مضيفاً أن اللاجئين يضغطون على كافة البنى في المحافظة في مجال المياه والطاقة والإسكان والصحة وفرص العمل، مشيراً إلى أنه أثر سلباً على حجم الخدمات المقدمة للمواطن، معتبراً أن عدم قيام الدول المانحة بمساعدة الأردن سيسهم في انعكاسات سلبية على المملكة. طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية بتنفيذ وعودها بشأن تدمير أسلحتها الكيماوية والالتزام بالأجندة الزمنية التي تعهدت بها. وقال بان كي مون إنه سلم تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي حول مرحلة تسليم الحكومة السورية أسلحتها الكيماوية، مشيراً إلى أنها لم تلتزم بالمواعيد الزمنية التي تم الاتفاق عليها.